السلام عليكم، صباح الخير ومساء عليكم جميعا. معكم محمد هلال من مدونة هلال المعلومات. علشان تشوف أجدد وأهم الشروحات لازم تعمل سبسكرايب اشتراك للقناة. النهاردة شباب معانا شرح مهم جدا، واجب عليك انك تركز معايا. الشركة اللي هنتكلم عليها شركة الأديفلاي. شركة الأديفلاي دي اللي ما يعني لو ما فيش حد عارفها أو لسه مثلا يعني شايفها في الشرح معايا، دي شركة اختصار روابط بتختصر الرابط بتاعك وبتنشره في المنتديات أو بتنشره ليك في الصفحة عندك على الـ على الـ في البلوجر في الموقع بتاعك، وبيجي لك على كل 1000 زيارة كذا على حسب الدولة طبعا اللي بتدخل بتشوف الموضوع اللي انت مختصره. المهم يا شباب، ازاي نربح ربح مضاعف من الاديفلاي؟ يعني احنا كعرب مفتقدين شوية حتة الاستراتيجية والابتكار، انك انت يكون عندك موقع زي ده ازاي تستغله في شغل شرعي، مش شغل يعني شمال زي ما بيقولوا تشتغل مثلا سبام ولا حاجة، لا شغل شرعي عشان ربنا يبارك لك. وازاي تستغل اي موقع في انك انت يعني تحقق منه دخل كويس، وتفكر في كام فكرة تربح ربح مضاعف فيه، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. انا يعني جايب لكم فكرتين، وبإذن الله يعني لو انت حققت الفكرتين دول ونفذتهم واجتهدت على حسب اجتهادك، يعني ممكن تعمل لك مثلا شهريا اكتر من $50. انا بنزل اثباتات دفع كتير للموقع. ايش معنى اخترت الاديفلاي ما اخترتش مثلا الاديومي، او اخترت مواقع اختصارات تانية كتير ممكن تكون السعر بتاعها افضل نسبيا من موقع الاديفلاي اللي احنا هنشرحه النهاردة؟ علشان بكل بساطة اديفلاي انا شغال معاه اكتر، يعني بقالي اكتر من 6 سنين، حققت فيه اكتر من $3000، موقع محترم. ليه بقى؟ يعني انا كنت ممكن اقول لكم اشتغلوا اديومي مثلا او اشتغلوا اي موقع تاني عادي، لكن في شركات كتير زي اديومي واختصار روابط الشركات نصبت او ما بقتش شغالة يعني عموما. فانت سيادتك لو انت عندك موقع ليك او بتنشر فك يعني اختصار روابط بتاعتك وكده، فالروابط بتاعتك هتلف على النت. فانت لو اشتركت في شركة وبعد كده نصبت، بعد كده انت مش هتاخد ولا مليم. انما انت دلوقتي هنشترك في شركة محترمة زي الاديفلاي، والتسجيل فيها سهل جدا والتعامل فيها سهل جدا، يعني بقالها سنين فترة طويلة جدا شغالة، شركة محترمة، ناس بتقبض منها شهريا بالألوفات، ناس شغالة باستراتيجيات صح، الشركة مش بتتأخر في الدفع. فعشان كده أنا بحترم وجه يعني بحترم الـ الشركة لأنها شغالة من سنين جدا زي ما أنا قلت. هنبتدي يا شباب نعرف ايه هي الحيل الشرعية اللي احنا هنشتغل عليها. هما يعني فكرتين بالظبط، لو احنا حققناهم ان شاء الله زي ما انا قلت هتقدر تربح مبلغ كويس بإذن الله. اول حاجة شباب، في موقع يعني وليكن انا بفضله اسمه كات دوت يو اس، اللي هو اسمه كاس دوت كوم. اوكي شباب، يعني لو انت بحثت عنه في جوجل هتلاقيه. انا هسيب لكم الروابط في اسفل الفيديو من تحت، رابط التسجيل في الادي فلاي والروابط اللي انا هتكلم عليها كلها ان شاء الله في الفيديو ده، ممكن تشوفوها من خلال الروابط اسفل الفيديو. احنا ممكن نعمل ايه يا شباب؟ لو احنا مثلا عندنا موضوع معين، احنا مثلا عندنا الموضوع ده عايزين نختصر، وعايزين اللي يخش بدل ما يعني انا دلوقتي جالي عليه زوار، اوكي وليكن مثلا جالي مثلا زوار جابولي $2، ازاي اخلي الـ2 دولار $4؟ يعني ربح مضاعف. الفكرة بسيطة وسهلة يعني مش محتاجة، بس يعني أنا بديكوا الفكرة، خليك تابع معايا، واجب عليك التركيز، وبإذن الله ربنا يوفقنا جميعا. احنا أهو أخدنا موضوع
وبعد كده رحنا عملنا اخدنا الرابط المختصر. اوكي، بعد كده هنروح الموقع اللي احنا اتكلمنا فيه، هنختصر الايه الرابط بتاع الادفلاي. اوكي شباب، ثواني بس نعمل ريفريش. هنختصر الموقع زي ما انتم شايفين، هنا كاتبين الاختصار، سيبه زي ما هو، او عايز تغيره غيره مش فارقة يعني عادي. هنا هتدوس كلمة قص، هكتب لك الرابط تاني. هنا بقى هنعمل حاجة جميلة جدا، هنقوم واخدين الرابط ده كوبي، ونرجع تاني للأديفلاي للحساب بتاعنا ونختصره مرة تانية. ثواني نعمل ريفريش، نختصره مرة تانية، ادالنا رابط تاني. لو احنا لاحظنا بقى، جينا خشينا على الرابط التاني، الرابط اللي احنا اخدناه، ناخده مرة تانية كوبي بيست، نخش عليه هنشوف الدنيا فيها ايه. تمام كده، هندوس اسكيب. لاحظ معايا هنا دخلك على انك انت تشوف اعلانات، يعني تشوف برضو تعمل برضو سكيب تاني. يبقى انت كده لو انت عملت برضو كده هيدخلك على الشرح بتاعك او اللينك بتاعك اللي انت عملته في الاول. بس هي هنا يعني الفكرة كلها اللي احنا اختصرنا الرابط يعني مرتين. طبعا مفيش اي حاجة ظاهرة من الموقع بتاع قص، ولا روابط، ولا بوبانتر، ولا اي حاجة خالص. زي ما انا قلت هيبقى في ربح مضاعف، يعني بدل ما الزائر يخش يعني يدوس سكيب اد او يدوس تخطي عشان يخش على الرابط بتاعك مرة، هيخش مرتين، يعني ربح مضاعف. دي فكرة، دي فكرة انا بستخدمها. في فكرة تانية برضو انا شخصيا برضو بستخدمها، في شباب منتديات كتير جدا مشهورة. اوكي، في منتدى اسمه ساسو سوفت، ده مشهور، ده برضو الالعاب والبرمجة والكلام ده والبرامج والكلام ده كله، يعني الارقام كبيرة زي ما انتم شايفين، المواضيع والكلام ده، ومنتديات بقى زي فتكات، منتدى اسمه غرامة اهو 300 ألف 800 ألف والكلام ده. اوكي، منتدى برامج، منتدى ترايد نت، في منتديات كتير جدا جدا تقدر انك انت هتجيبها. طيب المنتديات دي احنا هنستفاد منها ايه؟ المنتديات دي يا شباب احنا هنستفاد منها بالتوقيعات. اوضح لكم، يعني احنا دلوقتي اخدنا عملنا رابط مختصر، اوكي، وليكن مثلا ده، جبنا مثلا الرابط ده، ماشي، دخلنا مثلا على منتدى منتديات ساسو دي، التسجيل فيها يكون سهل، يعني الايميل واليوزر نيم والكلام ده زي ما انتم فاهمين يعني. اوكي، بعد كده شباب هنشتغل على حتة التوقيعات، اللي هي هنروح لوحة التحكم بتاعتنا، وبعد كده هتنزل تحت هتلاقي كلمة تعديل التوقيع او التوقيع. اوكي، هتضغط هنا. هنا بقى الفكرة، هنا ممكن مثلا انت داخل منتدى بتاع مثلا فتكات بتاع، يعني هتتكلم على حاجات ايه، نسائية طبعا. اوكي، لو داخل موقع مثلا برمجة وداخل موقع ارباح والكلام ده، يبقى ممكن مثلا تقول اضغط هنا للوصول مثلا، يعني انا بديكو يعني مثال، والوصول الى 100 دولار في 5 ايام مثلا، يعني احنا بنقول في سبيل المثال. اوكي، بعد كده هتظلل وهتعمل توسيط. بعد كده بقى الرابط، في هنا ادخال رابط اللي هي علامة الكرة الارضية دي. اوكي شباب، بعد كده هتروح عامل
الرابط بتاع الاد فلاي بتاعك اللي انت بتتكلم فيه مثلا عن ربح، عن اخبار فنانين، على حسب المنتدى اللي انت هتخشه واللي انت هتعمل فيه المواضيع. اوكي، بعد كده لو احنا دوسنا اوك ودوسنا حفظ توقيع، في هنا حاجة، في هنا ممكن مثلا ترفع صورة بانر هتبقى برضو افضل، واللي يضغط عليها هيخش لك على الادي فلاي بتاعك. هنيجي نعمل حفظ التوقيع. اوكي شباب، هنيجي بقى هنروح على مثلا المنتديات، هتيجي مثلا منتدى البرامج العام ده، في بقى حاجات كتير زي ما انتوا شايفين، برامج كتير وكده. انت بقى خليك تابع، يعني ركز معايا كويس، انت خليك دايما متابع على المواضيع اللي لسه نازلة جديدة، اوكي، واللي مثلا جايبة مثلا رد واحد، او لو مش جايبة ردود يبقى افضل بكتير. افضل ليه؟ علشان انت هتخش على الموضوع وهتيجي تحت خالص هتكتب الرد بتاعك، مثلا هنكتب مشكور اخي العزيز والى الامام. لو احنا عملنا اضافة الرد السريع وضفنا الرد، هنلاقي هنا مكتوب الـ الرد اللي احنا كتبناه. هنا بقى هنلاحظ ان اي حد هيخش الموضوع ده اللي انت عملت الرد عليه فيه هيلاقي التوقيع بتاعك تحت الرد بتاعك على طول. فيعني الحاجة اللي هو مثلا بيحبها، يعني ممكن مثلا احنا كتبنا في منتدى بتاع ايه ارباح، اوكي، قسم مثلا ربح مثلا من نادي، لو هنا اضغط هنا الوصول الى 100 دولار في 5 ايام او الكلام ده، او اي مثلا يعني برضو كلام او جملة تشد، لو احنا ضغطنا هنا خششنا على ايه يا شباب؟ خششنا على الادي فلاي بتاعنا. ممكن برضو نستعمل الحاجة الاولى اللي انا عرفتها لكم فيه، يعني نضرب 3 عصافير بحجر واحد، اللي هي التوقيع ده والرابط، ان احنا نختصره مرتين، يعني كفاية مرتين، بلاش بقى الناس تعمل 3 و4 والكلام ده، خالص كفاية مرتين، ودي حاجة شرعية مش هتضر حسابك في أي حاجة خالص على الأدي فلاي، والفلوس هتوصل لك مفيش مشاكل خالص. ويعني تخيل لو انت، لو احنا هنا مثلا رجعنا، تخيل يا شباب في كام موضوع، والموضوعات دي بتتأرشف في جوجل. يعني مثلا لو حد مثلا كتب تحميل مثلا برنامج الفوتوشوب والكلام ده، اكيد يعني هيظهر له برضو الكلام ده ايه في جوجل، فيخش عليه هيلاقي ردود، ففي ناس بتشوف الردود، اه البرنامج وحش، قال ايوه البرنامج كويس، ايوه كده مثلا، فبالتالي هتلاقي الرد وهتلاقي التوقيع بتاعك يزغل للعين بقى. فحاول انت تخليك تلعب على الكلمات اللي هي التقيلة. اوكي شباب، وبإذن الله يعني لو انت عملت مثلا كده، يعني كل يوم شفت المنتديات دي وعملت مثلا في 100 موضوع كتبت الـ اي مثلا رد بالتوقيع بتاعك زي ما احنا شرحنا تكتب تعمل التوقيع ازاي، يعني مش هتتشاف بس يوميا، ده هتتشاف في الشهور والسنين الجاية. يعني ممكن لو انت بإذن الله عملت في 100 يعني ردود، 100 رد في منتديات مختلفة، ممكن كل يوم تعمل لك اكتر من 7 8 دولار، ده عن تجربة شخصية. اوكي شباب، بس يعني هي يعني المسألة محتاجة بس يعني بس جهد بس في الأول. ومسألة المنتديات، لو يعني لو بحثت على منتديات في جوجل هتلاقي منتديات كتير، أنا في تكست عندي في منتديات، لو كلمتني ممكن أبعتهولك، أكتر من 70 برضو منتدى عربي هيفيدك جدا، هتعمل الاستراتيجية اللي أنا قلتلك عليها دي وهتمشي بيها، وبإذن الله هتنجح معاك، لأنها اختصار الروابط بتاعك هيلف النت، مع طبعا الشروحات اللي بتنزل كل شوية. فواجب عليك انك انت تتابع المنتديات دي، او اهم المنتديات اللي انت هتنشر فيها الردود، الشكر بالتوقيع
التوقيع بتاعك، علشان لو نزلوا مواضيع جديدة انت لازم اول واحد ترد عليها، هيبقى افضل يعني. وممكن برضو مثلا نعمل موضوع ونعمل برضو التوقيع برضو بتاعنا، ومفيش اي مشاكل خالص ان شاء الله. اي استفسار يا شباب؟ انا في الخدمة. انا قلت استراتيجية بسيطة وسهلة اي حد ممكن يعملها، بس هي المسألة اللي في ناس عندها كسل، وفي ناس ممكن تقدم جهد اكبر حتى من اللي انا قلته. لو انت عملت جهد كبير فعلا ربنا يوفقك. ولو في اي استفسار انا تحت امر اي حد، سيب كومنت تحت الفيديو، سيب كومنت في المدونة او في صفحتنا على الفيسبوك. كان معكم محمد هلال، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.